في لا ميديتي شويه كانت صعيبه وهي اللي خلاتنا اننا يكون واحد شويه ديال العيا. والحمد لله رغم ذلك قدرنا نقاوموا جميع الصعوبات اللي كانت انا والاصدقاء ديالي، والحمد لله هذا شرف بالنسبه للمغاربه كاملين لاننا حصلنا على الرتبه الاولى والرتبه الثانيه والرتبه الثالثه، وهذا شرف لنا كبير. وان شاء الله مازالين كاين عندنا الا غادي يحققوا مثل هذه النتائج هذه في السباقات المقبله ان شاء الله. كان سباق تكتيكي محض كنشوفوا تمنا الاسرع النهائيه باش نفوزوا بالسباق، والحمد لله كان هذا الفوز ديال الشعب المغربي والملك تاعنا والاسره ديالي، هذا جمال اللي شجعنا الحمد لله على كل حال. جمال هذا السباق يعني كان فيه بزاف المراحل، كانت واحد المرحله الاولى اللي هي مشات بسرعه ومن بعد كان واحد لو غوتور ديال العداء الفرنسي والعداء ديال الجيبوتي. كيفاش كنتو كتهضروا نتوما مع بعضياتكم اولا كان هذا اتفاق مسبق باش تعطيو السرعه النهائيه؟ داكشي اللي الحمد لله كتشوفوا السباق كان تكتيكي سيرتو في الامطار الاخيره الخمس دورات، وحنا خليناهم امام ديالنا باش نراقبوهم ونعرف باش نتعامل معاهم في الامطار الاخيره، والحمد لله استطعنا نديروا ان بون فينيش في الاخر وربحنا لاكورس الحمد لله. جمال هذا الشيء كيبشر بالخير بالنسبه للمنافسات المقبله، شنو هي المنافسه المقبله بالنسبه لك انت شخصيا؟ ان شاء الله ان شاء الله المونديال اللي كتب ان شاء الله ونحققوا نتائج ايجابيه ونتمناوا الخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا جد سعيد بالمشاركه ديالي الاولى مع المنتخب الوطني وخاصه انني حصل على الميداليه النحاسيه في 10000 متر. بالنسبة للسباق كان سباق اللي حاولنا اننا نسيروه بطريقة اللي يخدم المصالح ديال الأبطال المغاربة. بالنسبة يعني السباق حاولنا ان كل عداء فينا ياخذ المبادرة في أطوار السباق، والحمد لله بفضل السرعة النهائية اللي استطعنا اننا نحصلوا على المراتب الأولى. وان شاء الله تكون هذه بدايه لانك تابعنا بطوله العالم في الشهر القادم في لندن، ونتمناو تما ان شاء الله نعليو الرايه المغربيه ونهديو هذه الانجازات لكاع الشعب المغربي والمملكه المغربيه.